السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله تبارك وتعالى مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم وحياكم وبياكم، وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم. سأل البعض عن معنى كلمة بياكم، وبياك بمعنى بوأك، أي بوأك مكانا حسنا، بوأك منزلا مباركا وما شابه ذلك من الأمور. فأقول حياكم الله تبارك وتعالى وبياكم، ورفع قدركم ونفعكم ونفع بكم، وسدد على الخير خطانا وخطاكم. أقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله الأمين، رأيت أن يكون حديثنا في هذه الليلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون مباركة طيبة، أقول إن حديثنا سيكون عن آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذه الآية في سورة التوبة، وهي قول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. الذي أردته ليس أن أتكلم عن فضل أبي بكر وخروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد تكلم فيه الكثيرون، والمناسب هنا أن أتحدث به فيما رأيت هو أن نتكلم فيما يثيره المبغضون لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، والمناوئون له، والمجحفون في حقه. أردت أن أثير هذه الأمور التي تكلموا فيها في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ونزيل ما عليها من الغبار أو ما عليها من القتر الذي يحاولون أن يوهموا الناس بأنه حقيقة. في الحقيقة أنا لن أتكلم عن الذين يقول ليس أبو بكر هو الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني قول تافه حقيقة، سواء قالوا إن الذي كان مع النبي في الغار هو علي، أو الذين قالوا إن الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر آخر غير أي بكر الصديق، أو الذين قالوا إنه رجل آخر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خلاف ما اجتمعت عليه كلمة المسلمين عامة وكلمة المؤرخين بلا استثناء فيما أعلم، أن الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولذا لن أخوض في هذا الأمر، وإنما سأخوض في ثلاثة أمور سأتكلم عنها، لا أقول بالتفصيل ولكن بشيء من التفصيل.